المستوى الوطني والعالمي الخطر القاتل عن اجتماع الوبائين، يعني الوباء السمنة ووباء كوفيد 19. في الجزائر خصت السمنة 12-14% من الأطفال لأقل من 5 سنوات في 2013، بعدما كانت ب 9% في سنة 2007. وفي سنة 2020 أشارت هذه كل الدراسات، يعني خاصة دراسات يعني ميكس 2020، إلى استقرار هذا الرقم. ولذا البالغين بين 18-69 سنة بلغت نسبة المصابين بزيادة الوزن والسمنة 55.6%. ولمواجهة هذا الوضع وضعت وزارة الصحة مخططا وطنيا استراتيجيا متعدد القطاعات للوقاية ومكافحة عوامل الخطر للأمراض غير المتنقلة. محوره الاستراتيجي ترقية الأكل الصحي الذي يهدف إلى الوقاية من السمنة لدى السكان من خلال إجراءين. الأول يهدف إلى وضع برنامج إعلام واتصال حول زيادة الوزن والسمنة، والثاني يهدف إلى تطوير الوقاية وعلاج الوزن الزائد والسمنة، وكذا ضرورة تعميمها على مستوى كافة الهياكل سيما الهياكل الجوارية مع اشتراك الطبيب العام.